السلام عليكم، أنا شيف سارة. أهلاً بك في أكاديمية مطبخ جودي أونلاين. في الفيديو السابق تعلمت مهارات سلق البيض وقليه بإتقان، ولشرح كيف يمكن أن تتفنني بطهي البيض سنريك كيف تحضرين العجة بطريقتين مختلفتين. لهذا الدرس ستحتاجين نصف كوب بصل أخضر مفروم، 8 بيضات مفقوشة ومخفوقة، نصف علبة جودي فطر مقطعة شرائح، 1 فلفل رومي أحمر مقطعة شرائح، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ملعقتي طعام فيلور حليب مجفف مذاب في 50 مليلتر ماء، 6 ملاعق طعام زبدة، 1 كوب جبنة شذر. في مقلاة على نار هادئة أذيبي ملعقتان من الزبدة، ثم أضيفي البصل وباستخدام طريقة التشويح قلبيه لبضع دقائق، ثم أضيفي الفطر والفلفل الرومي. عندما تصبح هذه الخضروات طرية أبعديها عن النار وضعيها جانباً. أضيفي الملح والفلفل الأبيض للبيض المخفوق واسكبي فوقهم الحليب، ثم اخلطيهم جيداً. في المقلاة التي استخدمتها لطهي الخضار أضيفي ملعقتي طعام زبدة واسكبي فوقها نصف كمية البيض المخفوق. حركي المقلاة بشكل دائري لتتأكدي من توزيع البيض بشكل متساوي على قاعدتها. اطهيه حتى يتماسك. عندما تبدأ العجة بالاستواء وبوجود القليل من البيض النيء على السطح، أضيفي كمية كافية من الخضار على نصف سطح العجة ورشيها بالجبنة. برفق اطوي فوقها النصف الآخر واضغطي قليلاً بالملعق. حالما يتغير لونها من الأسفل للذهبي انقليها لطبق التقديم وزينيها بالبصل الأخضر. أعيدي الكرة بالمكونات المتبقية لتحضير عجة أخرى. لتحضير العجة المفتوحة أو الفريتاتا ستتبعين الطريقة نفسها. بقلي الخضار أولاً ووضعها جانباً، ثم اسكبي البيض المخفوق. الفرق بين الوصفتين أنك ستقومين هنا بإضافة نصف كمية الجبنة لتغطية العجة كاملة في المقلاة أولاً، متبوعة بالخضار المقلية. ثم أضيفي الجبنة المتبقية للسطح واتركيها لتذوب مع بعضها البعض. ضعي العجة تحت شواية الفرن حتى تحمر قليلاً، قطعيها لأوصال وقدميها مباشرة. أطباق البيض ليست شهية فقط، بل تحتوي على البروتين والفيتامينات، بالإضافة إلى أنه قليل السعرات الحرارية. والآن وبمعرفتك لعدة طرق لطهي البيض لن تجده عائلتك مملاً أبداً. تابعي تطبيق ما تعلمته وتذكري إن مطبخ جودي دائماً معك. لا تنسي حل أسئلة الاختبار قبل انتقالك للفيديو التالي. أراك في المرة القادمة.